اهلا ومرحبا بكم. احب اقول لك ان في دوري الفي اي بي الاقوى على مستوى المدرب الافضل بالكامل دي تشكيلتنا زي ما انت شايف كده. لا امزح مش دي تشكيلتنا. تشكيلتنا اللي قدامك دي تشكيله البايرن ميونخ اللي اتطورت بشكل كبير عن اول فيديو صورناه في دوري الفي اي بي وكان الفيديو التعريفي. النهارده اول جوله باذن الله امام ذئاب روما على ملعبنا، فهنحضر للمباراه وهنعمل تكتيكات وهنعمل التشكيله ونعرفكم عليها في خطة 4-3-3. ايه هي موضوع الفيديو بتاع النهاردة؟ فحط لايك واشترك في القناة ويلا بينا ندخل نشوف هنعمل ايه في روما مع بعض. يا روما باذن الله ناويلك النهارده، لان اللي حصل فيها في كاس الرابحين انا مش هعديه بالساهل باذن الله. فبالتالي النهارده مباراه هي ملحميه، النهارده مباراه هي البدايه. عارف انت لما تبقى لاعب كوره في الملعب بيقول لك دايما اول لمسه هي اللي بتخليك تركز، نفس الكلام في الدوري، اول مباراه هي اللي بتحط دماغك كده في البطوله، اذا كنت انت هتنافس وهتروح للصداره او اذا كنت انت خسرت اول مباراه فهتبدا تنزل مركز خامس سادس وتبدا تطلع واحده واحده لحد ما توصل للصدارة، والموضوع هيبقى صعب قدامك. لكن بإذن الله الانتصار هيكون من نصيبنا. ايه الانتظار دي يعني؟ عموما ان شاء الله يكون انتظارك في الفيديو لحد الاخر هو فعل خير لينا بانتصارنا على ذئاب روما. فتعال معايا كده لمحلل البيانات ورينا يا عم روما بيقول ايه، روما بيلعب ازاي، ورينا الخطة برضو الخطة باختفية. انا مش عارف المدرب الافضل مالها يا جدعان، انت مش لعبة صغيرة عشان تحصل مشكلة زي ديت وان التشكيلة تختفي. انا عارف هو بيلعب ازاي بس عايز اشوف مستويات لعيبته، عايز اشوف مين نقط القوه اللي في التشكيله ومين نقط الضعف. الراجل بيلعب 4-4-2 حرف البي، الراجل عامل اسلوب العادي عادي في العرقله ومطور الاستاد. طبعا ماتش على ملعبنا فمش فارقه. من اللي انا شايفه ان دكه الراجل ده زي ما انت شايف 70 و82 وحاجات ضعيفه جدا، فشكله مش قوي. الراجل بيلعب هجمات مرتده، دفاع المنطقه والتسلل لا، بيلعب هجمات مرتده ب 4-4-2 بي. غريب الموضوع الصراحه، ازاي بيعملها الراجل ده؟ عموما هنشوف لعلها هتفلح معاه ويهزمنا ولا حاجه. تعال احنا نامن نفسنا بالتكتيك اللي هنلعبه النهارده. كده شفنا الراجل بيلعب ازاي، قوته 84. تعال بص على الفريق، عنده لوكاكو 89، ابراهام ديبالا، عنده اوميرينو، عنده لورينزو، عنده كريستانتي. وسط نص الملعب بتاعه نوعا ما ضعيف، عنده تومياسو 88 وجايا. كده الباكات عنده كويسين، مش هنقول ان هم ضعاف لا، كويسين وهجوميا ممتعين جدا. فبالتالي عنده الباكات بس هم اللي كويسين، باتريسيو 85 في حراسه المرمى. نقطه الباكات دي ممكن تديله بونص انه يحرمني من ان انا العب على الاجناب واركز ممكن على التمريرات او التسديد. تعال نبص على فريقنا البايرن ميونخ. هاري كين بعد ما كنا عارضينه للبيع ما رضاش يتباع، هو لازق في الفريق، هو اللاعب الفقر دايما بيبقى لازق زي ما انت شايف كده. اشترينا في نص الملعب انجويسا قوته 90، اشترينا ايتو 91 في الدفاع، ايضا اشترينا ميريت حارس نابولي 91، عنده 27 سنه، يكون مرن معانا كده ما يتعبش بسرعه، يلعب مباريات كتير. طبعا في الحاله دي هنحط نوير في الانتقالات عشان خاطر نستفاد بفلوسه بما اننا معانا 14 مليون ونص. طبعا امبارح اشتريت انا بعرض باكج اسبانيا اللي كان نازل فيه بطوله اليورو مباراه اسبانيا وايطاليا، ممكن الفيديو ده ينزل لكم بكره. فبالتالي انا بتكلم على مباراه اسبانيا وايطاليا اللي هتكون اول امبارح، اشتريت العرض بتاع اسبانيا ومكتوب ان انت لو اشتريت ال 580 كوين وفازت اسبانيا فبالتالي هتاخد 100 كوين اضافيه، وفعلا هو ده اللي حصل معايا امبارح. نفس الكلام النهارده ما بين هولندا وفرنسا، فبالتالي لو عايز تتابع انت كمان الاحداث دي تقدر ان انت تشحنها، فانتظر باذن الله بوت خاص لشحن الكوين في المدرب الافضل. ولو انت مستعجل وعايز تشحن دلوقتي فقناتنا في التليجرام هتلاقيها في الوصف وكمان في اول تعليق. فتعالى نرجع لفريقنا، تعالى نرجع لقيمتنا. زي ما انت شايف قيمه الفريق احنا في المركز الرابع. باريس سان جيرمان طلع فوقينا بسبب اللاعب اللي لسه متباع ب 14 مليون 258 بفارق 40 مليون عن الاول، يعتبر كلنا واحد وكلنا متقاربين. 4-3-3 حرف الايه اللي انت شفتها في المقدمه بتاعه الفيديو هي خطتنا النهارده. زي ما انت شايف اذا كان الراجل عنده الباكات قويين فانا عندي كل حاجه قويه حرفيا اقوى من الفريق عنده. ميريت واحد في حراسه المرمى، مزراوي على اليمين، ايتو وديليخت في روح
قلوب الدفاع، ليفيس على الشمال، كيميتش موسيالا وانجويسا في نص الملعب، صاني وكين وكومان في خط الهجوم. فبالتالي احنا اقوى بكتير. هتقول لي طب يا عم انت اقوى منزل واو دال اللي هو كيميتش ليه؟ هقول لك الصراحه التامين الدفاعي مهم، فبالتالي لو كسبت 2 3 مش هتفرق، مش لازم نكسب 5، مش لازم نكسب 7. انا بالنسبه لي المكسب هو الاهم، فكيميتش هنا تامين دفاعي لعدم استقبال الاهداف باذن الله. دكه البدلاء اكيد انت متعود مني ان انا بهتم بيها دايما، جنابري، جروتزكا، اوباميكانو ونوير، كل دول على دكه البدلاء، حتى كيمن جاي موجود. فتشكيله متكامله متوازنه ما فيهاش غلطه، دكه البدلاء متكامله متوازنه ما فيهاش غلطه، ناقص التكتيك اللي هنحطه عشان نتصدر الهجمات المرتده بتاعه الخصم روما باذن الله. الراجل بيلعب لنا هجوم مرتد، فبالتالي لما نلعب احنا على الاجناب فهنفتح مساحات، فممكن يضربنا بالهجمات المرتده. ثانيا الراجل عنده الباكات قويين، فالاجناب هنا برده هتتاثر بسبب قوه الباكات اللي عنده، بالتالي التمريرات هي الحل المثالي في تشكيلتنا النهارده. خطه اللعبه هتكون التمريرات، قطع الكرات الحكم لونه ازرق، فانا عاملها حماس لان انا معلي الضغط في الارقام. فاصبر هفهمك نقطه ان انت ازاي توازن ما بين قطع الكره والضغط في الارقام. التمركزات الصراحه مثبته، ما حبيتش اجازف ان انا طاير الباكات عندي بسبب نقطه الهجمات المرتده اللي هو بيلعب عليها. عندي بقى الضغط وهو ده اللي بكلمك فيه. لو انا دلوقتي عملت قطع الكره عنيف، فبالتالي عملت الضغط هنا اندفاع مثلا 79، فهخلي اللعيبه تضغط جامد وفي نفس الوقت بعقليه خشنه جدا على اللعيبه، فهيستقبلوا انذارات كتير او كروت حمراء كتير. فبالتالي انا معلل الاندفاع، اقلل قطع الكرات مخليه حماس، بحيث ان انا يعني يوم الدنيا ما تبوظ مني اخد انذارين بالكتير جدا في المباراه ان شاء الله. فالاندفاع عندي 71 ل 75 في الحدود دي زي ما انت عايز، وكمان الاسلوب من 75 لحد 79 بحيث ان احنا اقوى منه بفارق 6 ولا حاجه، ومعانا 2 في ارضيه الملعب. ايقاع اللعبه هيكون من 55 لحد 59 وبس كده يا سيدي. الرقابه دفاع المنطقه، التسلل نعم عشان بيلعب لي على هجمات المرتده، وغير كده وكده انا اقوى وعلى ملعبي. فتعال نحط المتخصصون. فهاري كين اللي هيكون قائد الفريق بعمر 30 سنه، اكبر لاعب في الفريق. هاري كين ضربات الجزاء، صانيه للضربات الحره، موسيالا للضربات الركنيه. وما يعني الصراحه ما اكذبش عليك، انا لعبت شويه وديات حلوين من ضمنها 9-0 امام تشيلسي زي ما انت شايف، دمرنا فريق تشيلسي حرفيا. ايضا منها مباراه 1-0 يوفي، 3-0 ضد الانتر، وعلى فكره الانتر هو اللي لعبنا ماتش ودي فخسر 3-0، جناحنا ملاعبينه ماتش ودي فكسبناه 2-0. بروسيا دورتموند لعبني ماتش ودي خسرني 3-2، جيت انا ملاعبه ماتش ودي خسرته 3-2، فخدت حقي منهم يعتبر. فالخطه الى الان الصراحه عجباني جدا، وعاملين بيها اداء كويس في الماتشات الوديه في الارقام بتاعه البايرن ميونخ. فقدامنا 5 دقايق ونص ان شاء الله نعرف المباراه دي خلصت كام كام. انلعبت المباراه، المباراه اتلعبت يا جدعان، طول انتظار مش عارف ما كانوش 5 دقايق يعني طول انتظار ايه. بس عموما لا خلصت المباراه واتلعبت المباراه، وحان دور ان احنا نضغط بدء المباراه عشان نشوف ايه اللي حصل ما بيننا وما بين روما. فبسم الله الرحمن الرحيم كده صلي على النبي معايا وتعالى نبدا المباراه. تعالى يا باشا جريها لي، خليها اكس 2، مش عايزينها قوي 4 كده. هجمه من الراجل، الراجل في الدقيقه 1 ما بيسخنش الصراحه، بيضيع الدقيقه الاولى. لوكاكو هو اخطر لاعب عنده في الفريق، هو لوكاكو لانه اقوى لاعب في الفريق. ثم يركل صانيه الكره على الطاير، يلا صانيه يلا صانيه يا صانيه، حرام عليك يا صانيه حرام عليك. تصدي لا يصدق من الحارس، لا شك ان مش عارف ايه. ماشي يا سيدي، انجويسا بيضيع، ميرينو بيضيع، الراجل على فكره بيلعب والله وعامل هجمات كويسه قوي. صانيه احنا مش هينفع نضيع، الراجل بيلعب هجمات مرتده. هاري كين بيستقبل وبيشوط، يا ولد يا هاري كين يا ولد يا هاري كين، هتخليني ارجع في قراري وما بعكش ولا ايه؟ الراجل بيثبت نفسه بهدف في الدقيقه 18 ولسه ان شاء الله عداد شغال. كومان يقرر ان يسدد، يلا يا كومان بقى التاني، يلا يا كومان بقى زود بالتاني، حرام يا كومان. ان شاء الله هنحط التاني قبل الشوط الاول ما يخلص، مش عارف ليه عندي احساس والله ان احنا هنجيب التاني قبل الشوط ما يخلص. خلص الشوط الاول وما سجلناش التاني، فان اللي لسه بيتفرج وما عملش اشتراك ليه ما اشتركتش؟ يعني انا عايز افهم يعني ليه ما اشتركتش وانت بتستفيد بتكتيكات وبتاع وبتستمتع معانا بالماتشات؟ انزل يا راجل اشترك وبالمره حط لايك، نوصل الفيديو ده اكبر عدد من اللايكات، وتعالى معايا نشوف الشوط التاني. الشوط التاني اللي باذن الله
يعني متفائل بيه ان احنا هنزود النتيجه. فتعالى صلي مع صلي على النبي كده معايا، وصانيه بيصوب نحو المرمى تاني، صانيه تاني على المرمى تاني، المره دي بيضيعها تاني، فبالتالي صانيه ما بيجيبش جوان، صانيه بيضيع، صانيه بيروح على الجون بيضيع. انتوا انذار، وده اللي كلمتك فيه، ان انا يعني يوم الدنيا ما تتأزم معايا ممكن البس انذار اتنين بسبب ايه؟ حته الضغط اللي انا كنت عامله. صانيه يا جدعان مش ممكن، مش طبيعي في الفرص اللي بتتصنع له، والراجل اخيرا سجل، اخيرا صانيه سجل يا جدعان، تمريره انجويسا اخيرا يا عم صانيه، اخيرا يا راجل معذبنا كل ده، الفار اكيد الحمد لله بيسجل الهدف، ما من سبب مشروع استدعي لالغاء الهدف محسوب. طب الحمد لله الهدف محسوب، يلا عدي اللي بعده، عدي هنفضلوا على الهدف محسوب دي كتير. يلا على اللي بعده، الدقيقه 63 كره عرضيه ممتازه، هاري كين يصوب، ايه ضربه دري ضربه الدراجه دي، ايه هاري كين ضربه الدراجه دي، انت بتجيب جون بالعجله ولا ايه يا هاري كين؟ ايه اللي هو بيعمله ده يا جدعان؟ اللعبه بتخترع كلمات جديده ولا ايه؟ يلا لورينزو بيليجريني بيسجل الكره من خارج منطقه الجزاء، اكيد ميريت هيتصدى، يعني بيليجريني ده 86 اصلا فميريت 91، اه ممكن يجي جون عادي، بس لا الحارس بيفرق، الحارس لما يبقى اقوى من اللاعب اللي بيسدد لا الموضوع بيفرق يا جدعان. يخرج كيم من الملعب، وجنابري بيدخل راس حربه، جنابري اصلا جناح يمين بيدخل راس حربه، كسبت 2-0 وهو ده اللي قلت لك عليه برده، قلت لك المباراه دي انا مش عايز اكسب 5، مش عايز اكسب 7، انا عايز اكسب 2 3 في المتناول، اخد يا باشا الثلاث نقط، ابدا اسخن في الدوري، اهتم اكتر في دوري المحترفين، لان دوري المحترفين فيه انجازات، فيه انجازات بتتكسر لما بتعمل احصائيات وارقام فيه. فبالتالي تعال معايا بص على الحاجات اللي قدامك، كين وصانيه طبعا 12 تسديده مقابل 5 واستحواذ 62% على الرايق جدا امام روما، فبالتالي احنا في المركز الرابع. في كام فريق كسب؟ ما شاء الله في 9 فرق كسبت معاهم 3 نقط يا جدعان، فبالتالي تعال اوريك الانجازات بالمره اللي موجوده على الدوري المحترفين. تعال كده على خبير، بص بيقول لك ايه، اعتقد في المتوسط مش خبير، بيقول لك فين فين، او ممكن تكون في الخبير، اه زي ما انت شايف عندك اسطوره المستوى الرفيع، الفوز باللقب في دوري من المستوى الرفيع تاخد 75 كوينز. تعال برده في فين تاني اسطوره النادي، بس يبقى احنا حققنا الانجازات الثانيه، كان في برده تكسب 10 ماتشات او حاجه زي كده، فبالتالي في انجازات بتتحقق وانجازات بتتكسر من مشاركتك في دوري الفي اي بي، فربنا يوفقنا ونكسب باذن الله البطوله دي. انا هحاول احارب يا جدعان على بطوله دوري المستوى الرفيع او دوري الفي اي بي زي ما انت حابب تسميه سميه. الناس اللي جت لها التذكره حابب اعرف انتوا عملتوا ايه فيها وهل شاركتم ولا لا، اكتبوا لي تحت في التعليقات. شكرا لكم جدا على المشاهده، ما تنساش تشيك على رابط قناتنا في التليجرام هتلاقيه في الوصف، ورابط البوت الجديد ان شاء الله هحاول اوفره لكم، هو لسه دلوقتي قيد الانشاء فهحاول برضه احطه لكم في وصف الفيديو ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد في امان الله.